حضروا لي بوكس ودريل وقلبي بدي اشتغل ميكانيك اليوم. ايوه هم شايفينها في الشغل. الله معك اي مع السلامه كاميرا. انا متبره انت بس وين هذا عند بربيج المي هاي عند المروحة بقدام بربيج المي بقدام اذا تبكى وين راحة من المروحة جوا لا هيك 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 وصورها من الجنة صورها معك لا مسكر هذا في الطناح مثلا ماشي المرايا ارفع عليها ارفع كمان كده وشي المرايا شو بدك تنزل عليها شو بنقدر نفكها اعطيني بوكس جاك كشاف جبناه جبته بالسيارة خلص بعملوا مفك وكماشة بوكس 10 و مفك وكماشة عشان اطلع الشخصيات هو عيدة اصبراني بس هو بعرف هاي واحد انا من الاشاره دول اليهود اليهود لك يرتبوا عليها من الحيه انت احنا بدنا اياك تيجي غاد يا جماعه انا غاد ممنوع معيش ترخيص معيش تصريح هات الكماشه عبد الله كنت شايفين يا من كل جاي على هات الكوع العشرة هاي برايخة تاعت البلطان تاعت المازدة مهم على طول بطلع شكو واحد امسك شوي وين العصاي العصا بس دي بقى كيف بدها تمسك العصا اعطيني كرسي صغير بسرعه ما تكمل الناس تتحرك كشاف الكشاف الحي لا تشرد ايوه بسرعه الدريل ركب لي اياها ابراهيم ها شو بدك الدريل اللي عليه باكت بوكس 10 اعطيني اياه بسرعه مناش تشرد تغلبنا خليك شوي شو بدك فلك شوي بديش تتكع حدا يكرر الكرسي ايوه بس نزل البلاستيك امسك امسك شوي امسك ابعدوا لي لقاعد مفكوك الدرل الثاني اسحب لك هاي البلاستيك شوي اسحب لك ايدك ايوه خليك هيك ايوه خلاص اوعى ايدك ابعد ايدك والله كبيرة اوعى حامية بعدين طلع وين ابو عيسى؟ ابو عيسى شردك والله لا عيشي محل خضرة عليه معقول فيه غير هذا
قديش عمر هذا الجمال؟ هاي عمرها بجوز 15 سنة. هاي حي فلسطين. هاي حي فلسطين، اجتنا من الرملة. من الرملة جبنا لك اياها مستوى. من الرملة من عند اخواننا في الرملة. صورة جماعية يا ابو عزة. كل الاحترام. ابو عزة. بدك موضوع بس بخش لا ما في لا بس حلوة. وين صاحب السيارة؟ رجعها السيارة سامي. هات كل شيء نحطه في حياتي. ايش بدكم تتفرجوا علي كاتين؟ اعطوني قلم اعطوني اي شيء. هو يا طيب. دكتور صار قال انا كبير سطل يا جماعه اعطوني وين هاتوا قال يا شباب قلنا سطل او قلم لا لا شو جوا ماي 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 بسيطه ابغى طاي ما ينفعش يعني اذا ما حيت فلسطين هيدا نفكرها مزحه تطلع تترس ما هات بطاي لا ما اعطيني ايش خزك القلم والله مفك عادي يا مفك مفك او دريل معبوز اعطيني مفرقه هات المفرقه الدريل يلا السلام عليكم يعطيك العافيه الحمد لله على سلامتكم